مبادرة تقدمت بها رابطة النساء العباسيات بتشاد ترمي إلى الاعتراف بما تكرمت به شركة أبو سمبل من عمل خيري لسكان ولاية وداي في الشهرين الماضيين، وخصوصا الشرايا النسوية سواء في الحضر أو الريف. وتتمثل ذلك في إطلاق مشروع الطاقة الشمسية للسكان لضخ المياه إلى مدينة أبشة. وعليه فإن النساء العباسيات الحاشميات أقرن بالجميلة الذي قام به مدير شركة أبو سمبل وإسهامه في تذليل الأقابات أمام المرأة التشادية في مدينة أبشة. وعلى هذا فقد عبرت رئيسة الرابطة النسوية العباسيات مندا أحمد كيكن مقدمة الشكر والتقدير لمدير شركة أبو سمبل عبد الحق عبد الرحيم عبد الله. كما قدمت الأمينة العامة للرابطة كلمة بينت فيها أهمية المياه للنساء الريفيات وسكان مدينة أبشة على وجه التحديد. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر ساعات وأوقات، وأكرم الناس ما بين الورى رجل تغدي على يده للناس حاجات. لا تختأن يد المعروف على أحد، إن كنت تخدر فالأيام تارات. واشكر السنيء فضل الله إذ جعلت إليك لا لك للناس حاجات. خد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وآش قوم وهم في الناس أموات. بينما عبر مدير شركة أبو سمبل عن امتنانه وتقديره للنساء العضوات في الرابطة يمثلن نساء مدينة أبشة عموما. والعمل الذي قمنا به يعني ما نقول نحن قمنا به، كلنا در وداي قمنا به، ودا من توجيهات المرشال، وإن شاء الله نتمنى نزيد أكثر من ده، وكل إنسان خليه يحظ بهذا الحظ، وإن شاء الله در وداي تمشي قدام. هذا الأمل الإنساني الذي يعد إحدى ركائز الحياة، وهو توفير المياه الصالحة للشرب لسكان مدينة أبشة، وهو مقصد قائد السفينة التشادية مشير تشاد إدريس ديبي إتنو.